بتشوفي ظاهرة أبناء الفنانين إزاي؟ توريث الفن على فكرة شايفاها ظاهرة كويسة جداً وحلوة كلهم موهوبين؟ وماله السوق بيثبت إن كانوا موهوبين ولا لأ، لأن دي مهنة ما فيهاش مجاملات. بس هو ياخد فرصته، لأن هو أولاً هو مؤهل من البيت إن هو يشتغل، لأنه مارس مع والده المهنة دي من غير ما هو يحس، من مشاهدة الأفلام، من الأعمال بتاعت والده، يروح مع الاستوديو. في ناس بتيجي المسرح مع من هم صغيرين مع أهليهم، مولود في بيت فني، بيت فيه فن، اتدرب، ده اسمه تدريب منذ الصغر، فبقى في دمه الحكاية. بس هو طلعت هو في أبناء فنانين غير موهوبين طلعوا أخدوا فرص، السوق هيرفضهم، الشغلانة هتلفظهم لوحدها. الجمهور دلوقتي بقى بيشتري أي حد؟ لا، الجمهور احنا ظالمينه طول الوقت، نقول اصل الجمهور عايز كده، الجمهور مش عايز كده. انت اللي عملت كده. الناس اللي في الشارع بيكلموكي على فيلم الارض بتاع محمود المليجي. الناس ايش يعني فيلم الارض؟ تحسي انه فيه عمق، الناس بتحب فيلم الارض. ده حقيقي. الجمهور بيفهم على فكره، صحيح، وعنده وعي. مش هتشربه حاجه بالمعلقه بالعافيه عشان انت ليك مزاج تعمل كذا. مفيش حاجه اسمها الجمهور عايز كده، ده كلام صحافه. زي السؤال انت سألتيه من شويه ده بتاع توريث ابناء الفنانين للمهنه، ده صحفي قاعد بيشرب قهوه ومنور الاباجوره. لا، هو في 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 ابناء فنانين بياخدوا فرص ممكن قوي يبقى يستحقوها ناس تانية اكثر موهبه، بياخد وفي الفرصه. وفي ابناء فنانين بياخدوا فرصه واثنين وثلاثه، واحنا كلنا شايفين على الشاشه هو مش موهوب. موهبه دي حاجه من عند بس ربنا، مش هيستمر. ما فيهاش اجتهاد، بس مش هيستمر، مش هيستمر. ومش بس عشان مش موهوب، لان ما عندوش الشغف. ما هو انت لو شغوفه بشيء مش هتسيبيه، مش هتسيبيه، ومش هتعدي فيه مرور الكرام. طالما عندك شغف هتباني في اللي بتعمليه. فاحيانا هم نفسهم ما بيستمروش بعد دور والتاني والتالت بكتير قوي، هو ما عندوش الشغف، فهو مش مستمر، مش موجود، صح. ما بيفضلش مكمل، ما فبيقعد. بيعملش، فبيقعد.